دلوقتي هنروح لمنى طمنا اكتر على حاله طقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي يا منى. مش هطمنكم قوي عشان الجو حر النهارده. خلاص الصيف يعني الاجواء يعني اجواء صيف شحنه في مايو خلاص. الناس اللي كانت زعلانه ان الصيف اتاخر خليهم ينبسطوا. او جالهم الصيف. اه بالظبط. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئه الارصاد بتتوقع اننا مكملين في ارتفاع درجات الحراره والطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشماليه. اما بالليل هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية. خلينا دلوقتي نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار الموضوع دخل في الجد ودرجات الحرارة مش بتوقف ارتفاع. بالفعل هو احنا اليوم لسه مستمرين في ارتفاع درجات الحراره، لكن بالامس كانت ذروه ارتفاعات درجات الحراره واللي سجلت فيها العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه. اليوم متوقع بالفعل استمرار ارتفاع درجات الحراره، لكن هي تنخفض عن الامس بحوالي من درجه الى لدرجتين. لكن الاجواء فتره النهار هيكون فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، زي ما بنقول ارتفاع طفيف جدا في نسب الرطوبه. هتظل الاجواء خلال فتره النهار اليوم اجواء شديده الحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، اجواء من مائله للحراره الحاره على محافظات سواحلنا الشماليه. يمكن المحافظات المطله على البحر المتوسط بتشهد انخفاض في درجات الحراره، وطبعا انخفاض طفيف لكنه انخفاض في درجات الحراره عن الايام الماضيه. خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس هتظل الاجواء معتدله على اغلب مناطق الجمهوريه، وده كمان سببه ان نسب الرطوبه خلال فترات الليل بدانا نشعر فيها بارتفاع. خلال فترات الليل بدانا نسجل درجات حراره ما بين ال 21 وال 22 درجه مئويه خلال فترات الليل. بالاضافه كمان ان اليوم متوقع يكون فيه نشاط للرياح، ده بيحصل تقريبا في فتره المساء مع ساعات المغرب. سرعات الرياح هتكون ما بين ال 30 لل 40 كيلو متر على الساعه. طبعا نشاط الرياح ده بيكون على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق طبعا الموجوده في شمال الصعيد وسواحلنا الشماليه. نشاط الرياح ده بيساعدنا على الاحساس بالاجواء المعتدله خاصه بعد فترات النهار اللي كان فيها الاجواء الشديده الحراره. متوقع انكسار موجه ارتفاع درجات الحراره غدا ان شاء الله. هي تنكسر طبعا وتنخفض درجات الحراره بحوالي 3 ل 4 درجات، لان غدا متوقع العظمى ما بين ال 34 لل 35 درجه مئويه، فطبعا يعتبر انكسار لموجه ارتفاع درجات الحراره. لكن هتظل باقي ايام الاسبوع اجواء حاره، فتره النهار لطيفه، فترات الليل احنا خلاص يعني دخلنا في معدلات ارتفاعات درجات الحراره، خاصه مع بدايه شهر 6 اللي فيه فصل الصيف. احنا كلنا عارفين فصل الصيف وبدايه فصل الصيف هيكون فيها ارتفاع في الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه، فاحنا تدريجيا هتبدا درجات الحراره ترتفع وتدريجيا نسب الرطوبه هتبدا ترتفع. طيب برغم ان احنا لغايه دلوقتي الرطوبه مش مرتفعه دكتوره منار، الا احنا حاسين ان درجات الحراره بتبقى ازيد ما بنقول. يعني لو احنا بنقول ان النهارده درجه الحراره هتبقى 37 ممكن نبقى حاسين انها ممكن تكون اعلى من كده برغم ان ما فيش رطوبه. ليه؟ بالفعل ان هو التعرض المباشر لاشعه الشمس ده شيء مهم جدا، لان ده بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره. مده تعرضي للشمس ده بيفرق طبعا من شخص لشخص، ده بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. نسب الرطوبه هي مرتفعه ارتفاع طفيف، يعني هي ما بتاثرش بشكل كبير على درجات الحراره زي فصل الصيف، لكن في ارتفاع في نسب الرطوبه عن الاسابيع الماضيه. احنا كنا الاسابيع الماضيه نسب الرطوبه منخفضه جدا خاصه فترات الليل، بدات نسب الرطوبه ترتفع تدريجيا، وده طبعا بيرجع تاثيره على درجات الحراره لكن مش بالشكل الكبير زي التعرض المباشر لاشعه الشمس وزياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فترات النهار. احنا شايفين الشبورة ابتدت تكون ملحوظة على الطرق المفتوحة دكتورة منار. هو في طبعا احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بتتكون شبورة مائية، لكن هي الشبورة المائية خلال يعني فصل الربيع او نهايات الربيع وبداية فصل الصيف بتبقى شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش على حركة المرور، لكن هي بطبيعة الحال طبعا بتأثر على الرؤية الأفقية، تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس. واحنا طبعا خلال الأيام دي سطوع أشعة الشمس بيكون تقريبا مع الساعة 6:30 7 صباحا، يعني أغلب الطرق رؤية بتحسن عليها مع الساعة 7 صباحا. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف مع بعض على درجات الحرارة.
القاهرة العظمى فيها 37 والصغرى 21، الإسكندرية 29-19، مطروح 28-18، سيوة 35-20، بورسعيد 30-20، دمياط 29-20، الإسماعيلية 37-21، والسويس 36-20. العريش العظمى فيها 30 والصغرى 20، طابة 36-22، كاترين 31-21، شرم الشيخ 40 درجة والصغرى 27، الغردقة 39-26، والفيوم 38-23، بني سويف 38-23، والمنيا 39-23. أسيوط العظمى فيها 39 والصغرى 24، سوهاج 39-24، قنا 41 درجة 25، الأقصر 42-25، أسوان بتسجل أعلى درجة حرارة النهاردة 43 درجة في الظل والصغرى 26، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 36-23، أما حلايب العظمى فيها 32 والصغرى 23. الطقس النهاردة هيكون حار على أغلب الأماكن، خدوا بالكم حاولوا تشربوا مية وما تتعرضوش بشكل مباشر للشمس، ربنا يسلم الجميع. خلينا نرجع دلوقتي على طول لشاذلي وهدير نكمل معاهم فقراتنا. تفضلي يا شاذلي وتفضلي هدير. شكرا ليك يا مان.